السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض كده فيديو عند الطيور. النهاردة بقى بما إن الجو ولعة ولعة يعني محدش يطيقه. يمكن أنا النهاردة بصور لكم كده والساعة 5 العصر، يعني بعد العصر بصور لكم، والجو فعلا يا جماعة والله شرد، يعني بيهب شرد كده. شوفوا منظر الطيور واقفة عاملة إزاي، شايفين واقفين يلحلحوا إزاي، كل فرخ كده فتح بقه عمال يلحلح من حرارة الجو. يعني انا يمكن هما كانوا في فراخ جوه هنا في العش، انا خرجتهم دلوقتي كده، يعني قلت على اساس ان يمكن يكون بره طراوه شويه عن العش وكتمتهم جوه. فيعني الحال صعب، يعني صعب جدا جدا الايام دي. كان في حد يا جماعه قال اشتري فراخ الايام دي، اللي استنوا يا جماعه، يعني انا ما بنصحش اي حد يشتري فراخ الايام دي، حاولوا بس تستنوا شويه على ما الموجة الحر ده تعدي، وبعد كده اللي عايز يجيب يجيب. يمكن الاسبوع اللي فات انا كنت شاريه الفراخ بيضة، بس كان الجو حلو، يعني هم النهارده بقى لهم 5 ايام كان الجو حلو يعني، وكان ما شاء الله، وهما ما شاء الله لغايه دلوقتي حلوين. اهم حاجه يعني الناس اللي هي لسه جايبه يا جماعه فراخ وصغيره، حاولي ان انت لا تطلعيها على السطح الايام دي ولا تحرجيها ولا كنت ولا اي حاجه. كرتون عندي كده اهوت، وفي قلب الشقه، يعني مهما كان الجو بيبقى يعني بيبقى طراوه شويه في الشقه. فانما الايام دي تخرجي في الصهد والحر دهوت، ما بنصحش اي حد. وخدوا بالكم كمان الميه يا جماعه، حاولوا الميه بقدر الامكان ما تتقطعش خالص من عند الطيور، وتغيريها يعني تطلعي الدوريه كده، تغيري كده الميه وتحطي لهم ميه ساقعه كده ترطب على قلبه. ان شاء الله برضو يعني انا جايبه برضو مكون كده هحطه لهم دلوقتي في الميه. المكون ده بيمتص الحراره اللي بجسم الفرخ، وبيخلي الفرخ يعني ايه ما يحسش بحراره الجو قوي. وبرضو هندخل عند الحمام ان شاء الله هنحط لهم برضو المكون اللي احنا قلنا عليه ده، لان اهم حاجه الايام ديت. هنحط كده، انا جايبه برضو يعني جايبه لهم النهارده خل طبيعي، وعملت قبل كده معاكم برضو كام وصفه كده، اللي النعناع يا جماعه والخل والثوم والحاجات ديت على طول ما تمنعهوش، بالذات في الايام ديت. كنت قلت لكم بقى يعني ايه على شويه حاجات كده برضو، اللي العرق الصوص برضو يعني كويس جدا يا جماعه، بيمتص الحراره بتاعه الفرخ. حاولوا ان انتوا تجيبوا على طول وتحطوا للطيور. انا دلوقتي جايبه الخل اهوت وهنحط لهم كده يشربوا، يعني هما كانوا قدامهم الميه، بس انا حسيت ان الميه يعني ايه يعني مش ساقعه قوي كبتها، وهنحط لهم ميه ساقعه اهيت. انا جايبه لهم ميه ساقعه بقى، انا جايبه لهم خل اهو، خل من البيت طبيعي، يعني هنحط لهم كده شويه كتار حلوين كده على الميه بتاعتهم اهو. وهنخش برده كده عند الحمام هنحط لهم برده نفس الشيء. يعني حاولوا يا جماعه حتى لو انتم ما بتحطوش الخل ولا بتحطوا المكونات ديت، حاولوا ان انتم بس في اليومين ده همت، علشان في ناس كتير يعني اكيد هتشتكي من حراره الجو. في فراخ برضو يعني في ناس كتير هتقول فراخ عندي ماتت، وبالذات الفراخ البيضة، يعني خلي بالكم من الحاجات دي. فتعالوا بقى دلوقتي كده نخش عند الحمام يلا. وعلى فكره يا جماعه برضو لو في شويه خضره، في شويه برسيم، في اي حاجه، حاولوا كده في الحر اللي احنا فيه دوت يعني تحطهم لهم. انا امبارح كنت معايا خس كده، طلعت خرطت خرز صغيره كده، وما شاء الله يعني هم كلوه كلاته. تعالوا بقى كده نخش يلا عند الحمام كده. احنا هنا برضو كده عند الحمام اهوت، هنحط له برده ايه العلب بتاعه ده كله يا جماعه، وبحط عليها برده غله، لان الغله كويسه جدا علشان الزغاليل. كده كده يا جماعه انا علفت اهوت، وبسم الله ما شاء الله يعني هحط لهم الكلفه بتاعتهم. الميه بتاعتهم بقى برده ايه هنحط فيها خل، خل ليمون نعناع كل الكلام ده يا جماعه، يا ريت على طول دايما باستمرار، وبالذات النعناع زي ما قلت لكم كويس جدا للحالات اللي زي دي. فحاولوا في اليومين ده همت علشان الحمام، والنظافه برده باستمرار علشان الفاش والحاجات دي كلها. تحطوا لهم برده خل اهو في الميه، ده كده الميه اهي. الوعين الفخار ده يا جماعه بتبقى كويسه جدا في الحر ده بالذات، ما بتخلي الميه حلوه، ما بتسخنش الميه، ده خلاف الناس اللي هي ايه ممكن بتحطه في وعين بلاستيك ولا حاجه، لا الفخار كويس جدا. نحط لهم برده خل في الميه اهو،
الخل ده يا جماعه كويس جدا. تمام كده بقى حطينا ما شاء الله. احنا عندنا برضو دفعه زغاليل كويسه، الناس اللي هي يا جماعه عايزه برضو قطف زغاليل ان شاء الله قريب قريب باذن الله هنعمل برضو فيديو قطف زغاليل كويس جدا. احنا عندنا ما شاء الله يعني مجموعه حلوه قوي من الزغاليل طالعه لسه جديده اهي تحت برضو اهو، يعني ان شاء الله ما شاء الله يعني في دفعه كويسه. ده ان شاء الله هنبقى نصور لكم بقى في فيديو ثاني بس عشان ما نطولش عليكم. تعالوا يلا نروح بقى هناك دلوقتي بقى كده يا جماعه. احنا دخلنا البط الفرنساوي اللي بيبقى انا حاطاه في المكان هنا على طول، دخلت جوه عند الكبير اهوت زي ما انتم شايفين كده، قلت يا دوبك بس ايه على ما اكنس المكان كده وانضفه، وبعد كده هنقله على النظافه وبرده ايه هرش لهم المكان كده ميه على اساس ان الجو بدل ما يهب شرد كده يهب يعني ايه طراوه عليه، ودي اهم حاجه. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنكنس المكان، هو يعني كويس ما فيش فيه لا عك ولا فيه اي حاجه. الثوم انا حاطاه هنا على ما ينشف على الفرن اهو، طبعا الفرن ده قديم ما بيستخدموش في اي حاجه، هو يعتبر اصلا كده كده بايظ، فانا حاطاه بقى البط بينام تحته او اي حاجه بتنام تحته، وده الثوم بقى انا سايباه كده على ما ينشف شويه هنا، ده الخزان بتاعنا. هنحاول بقى ان احنا ننضف المكان كده دلوقتي، هننضف بس لو في اي حاجه هنا. شايفين بقى المنظر دوت، شوف بقى فرخه ميته اهيت. انا مش عارفه بقى يعني والله ما اعرف بقى يعني هي دي بقى بدايه شوطه ولا دي ايه بالظبط، انا مش عارفه ربنا يستر. هي نايمه اهي، لان انا اصلا ساعات بسيب الاوضه مفتوحه البط على الطيور كلها. حط بس نشيل الفرشه دي لانها جايه ورا الفرشه كده وراحت نايمه، ربنا يستر بقى. هي شكلها كده بقى يعني ايه هتبدا تنقر هنا كمان، شكلها كده اصلا يعني هي هتبدا هنا كمان، هي خلصت هناك بالرغم من ان انا عامله الاحتياطات وعامله كل حاجه، بس ما اعرفش بقى يعني هي ربنا يستر بقى. البطه امبارح وهي النهارده، هنشيل بقى كده هحاول بقى اشيلها، يعني هنضف كده المكان واشيلها بقى في اي حاجه كده بعيد علشان لو في عدوى ولا حاجه، وهنجيب بقى كروت نحطه في الميه. فانا دلوقتي بقى كده يعني ايه هنشيلها اهي، هشيلها كده عباس كيسة علشان ايه خاطر برضو ايه ما تعديش الطيور، فيعني انا مش عارف هحاول برضو اطهر المكان كده، ارش برضو فيه كلور، يعني الحمد لله عندي كده هنا جريت الكلور اهوت، هرش برضو في المكان هنا وارش على وارش في قلب الاوضه واحط لهم كمان في الميه. بس الحمد لله يعني انا عندي الطيور الصغيره ما شاء الله كلها كويسه ما فيش فيها اي حاجه. هي دي لو كانت شوطه يا جماعه يعني بتهيالي كانت اول ما ابتدت كانت هتبدا في الطيور الصغيره الاول، او يمكن تكون مثلا زي اللي حصل هناك في المكان اللي هناك لما جت لي جت مره واحده، يعني هي قضت على الروم في اول يوم، ثاني يوم برده لقيت الفراخ كلها مره واحده، بس مش عارفه يعني امبارح كانت رقبه البطه، النهارده لقيت ديت ميته، فانا مش عارفه. هو بسم الله ما شاء الله يعني يمكن بقت طيور كلها حلوه وزي الفل، حتى الفراخ الصغيره حلوه. هي ديت لو كانت مثلا شوطه ولا حاجه كانت قضت على كل في يوم واحد، فما اعرفش دوت بقى يعني ممكن يكون من حراره الجو ولا ايه مش عارفه. فدلوقتي انا هرش هنا المكان اهوت، هرش المكان بقى دلوقتي اهو من حراره الجو، حتى الميه دي يا جماعه حطيت عليها شويه كلور يعني عشان حتى لو في اي حاجه يطهر المكان. شايفين بقى يعني مجرد ان انا بس رشيت شويه اهوت حسيت ان الجو بدا يبقى طرا، وهالوقت هخرج بقى البط ونحط له الاكل والميه. ده اهو بعد ما نضفنا له المكان ورشناه يعني ما شاء الله حلو قوي، يعني بعد ما كان الجو تحس ان هو يعني حر قوي بقى يعني تحس بقى يعني في نسمه طراوه شويه برده. وبرده عنده كرنب اهوت يعني مش محتاجه برده، قلت اجيبه لهم ياكلوه يكملوا عليهم كده. بصوا بقى يا جماعه البطه اللي هي كنت ورثتها امبارح هي بتاكلها، شايفينها هي البطه اللي بتاكل دي شويه في القاع، يعني رقبتها بقت عدله وحلوه وبتاكل، وشويه تلاقيها بس ايه نايمه في الارض كده عشان بس يعني كمان كان في حد قال لي بقى اكلها بايدك. هي بتاكل يا جماعه لوحدها ايه، هنحط لهم بس الخضار اهو، هي بتاكل لوحدها يعني شوفوا بقى يعني بصوا لاحظوا كده معايا ايه بتاكل الخضار. الخضره دي كويسه جدا يا جماعه، حتى يعني في الحر بتبقى حلوه قوي، حاجه بس كده يعني كور ورق خاص
اي حاجه، اي خضار عندك مش محتاجاه فنضيف خضار. طبعا خضارنا في رمضان بقى كل سنه طيبين، الخضار ده يا جماعه ما بتقطعش من عندنا. لو انت عندك تنظيف خضار، عندك اي حاجه، حاولي كده ان انت ايه تجيبي وتقطعي وتديله. عندك رمبايه حلوه اهي ما استخسرتهاش، قلت بقى ايه الجو حر واطلع احطها لك. ده كده حطيناها من الخضره اهوت، وحطيناها من الميه كمان، هنملي لهم الوعيه ده ميه على اساس البط حتى لو طلع استحمى. البط منه بيبقى حران يا جماعه، بيحب ان هو زي البط البلدي اللي انتوا شايفينه دهوت اهو، بيطلع كده يقف في قلب الميه من حراره الجو ويستحمى، فهي بتبقى حلوه قوي لهم. يعني حاولوا ان انتوا تزودوا الميه. الميه يا جماعه هتتغير في اليوم مرتين او ثلاثه على الاقل، علشان الحراره ديت لو اللي طير معاك شرب ميه سخنه ولا حاجه يتعب منك. خش عند الفراخ كده برده اخرط لهم شويه كده بس كفايه قوي كده عليهم ياكلوا بقى. تمام كده انا خلصت معاكم الفيديو يا جماعه عشان ما نطولش عليكم. هنخش بقى احنا عند الطيور الثانيه، هنحط لهم برده شويه خضره ونحط لهم شويه خل كده في الماء ونغير لهم الميه، نحط لهم ميه ساقعه كده ترطب على قلبهم. وده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.